بارك الله فيكم. هذا السائل سلطان العتيبي يسأل ويقول بأن والدتي لم تستطع الحج وقد بلغت من العمر 55 سنة وهي لم تستطع الحج، هل يحل لنا أن نحج عنها أو يحج الإبن وإلا الأخ وذلك من مالها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كانت الوالدة حية وقادرة في جسمها على مباشرة الحج فإنه يجب عليها أن تحج حجة الإسلام إذا توفر لها المال وتوفر لها المحرم. أما إذا كانت ميتة أو حية لكنها عاجزة عن مباشرة الحج بنفسها عجزا مستمرا لمرض مزمن فإنها توكل من يحج عنها، تنيب من يحج عنها، تحج عنها أنت أو أحد إخوانك أو أي أحد من المسلمين حج عنها لأنها أصبحت عاجزة، فتجوز النيابة عنها في الحج، بل يجب عليها هي أن تنيب من يحج عنها وتدفع له التكاليف إذا احتاج إلى ذلك، لأن هذه حجة الإسلام. نعم.